FM. الكلمة ليك. أما أنه يتم معنا إيهامنا بأنه هناك رفض شعبي لهذه العودة أو هناك تذمر كبير من فترة بن علي لمدة 23 سنة وأنها فترة كانت خراب وكانت فترة متاع دمار شامل، فهذا يظهر لي مبالغة ما عندها حتى معنى، بدليل أنه الناس اللي حكمت في نظام بن علي اليوم تحكم في تونس من وزراء من ناشطين سياسيين من ناس كانت متقلدة مناصب في نظام بن علي اليوم متقلدة نفس تلك المناصب في هذا النظام اللي نجم نسميه أنا نظام الثورة أو نظام ما بعد بن علي. وبالتالي أنك ترفض بن علي وتقبل رجالات بن علي اليوم فهذه سكيزوفرينية أنا ما نفهمهاش. إما أن تقبل بنظام كامل وطبعا تقبل برأس النظام اللي هو رئيس الجمهورية، كما عندك اليوم رئيس الجمهورية كان ينتمي في وقت من الأوقات نظام بن علي، كما عندك بعض الوزراء والمترشحين للوزارات ولحقائب وزارية الكل خدموا مع بن علي، وعندك ديزام دافير اللي كانوا معناها من رموز النظام ومن رموز الجانب الاقتصادي في نظام بن علي من زمان ناشطين، وعندك ناس كانت في تجمع دستور الديمقراطي اليوم في أحزاب سياسية في النهضة في الجبهة في النداء. وبالتالي ايش معناها رافضه هو كهو؟ ايش معناها رافضه هو كهو كشخص طبيعي إنسان كيفنا معناها يقوم الصباح ويرقد ويتنفس كيفنا؟ الإنسان هذا أنت رافضه ايش معناها؟ معناها تونس كلها تتكون من ملائكة، وكانت قبل مدينة فاضلة وكانت مدينة خير، فما شخص وحيد شرير أفسد هذه المدينة مش يرجع، حتى نخافوا لا يرجع تعاود تونس تفسد، في حين أنه هذا مش صحيح، لأنه بدليل أنه توا 6 سنوات حال البلاد ازداد سوءا، معناها وضعيتنا في تردي مستمر وأمورنا ماهيش واضحة بالكل. وبالتالي فإن القول أنه هو أفسد البلاد هذا قول خاطئ. هذا النظام نظام بإيجابياته وبسلبياته، مش أنا باش ندافع عليه لأني أنا ما كنت في نظام بن علي والحمد لله، دونك نحكي بكل أريحية وكل موضوعية وكل حياة. كان جيت كنت في نظام ونولي ندافع على نفسي، أما أنا ندافع على البلاد. الكلمة ليك.